خد على الهاتف كابتن محمد يوسف، طبعا نجم مصر اه طبعا ونجم النادي الاهلي وطبعا المدير الفني لفريق بتروجيت. كابتن محمد، برحب بحضرتك يا كابتن محمد. أخير أخير يا كابتن محمد، ومتع عليك طبعا ومتع على ضيوفك طبعا، كابتننا كابتن شريف كابتن وسام. اهلا بيك كابتن محمد. كابتن محمد، يعني برحب بحضرتك، ويمكن مباراه لسه خلصانه منذ قليل طبعا، وتعادل مع فريق سموحه. يمكن بدايه الدوري يا كابتن بعد وصول مصر لكاس العالم دايما بيبقى خلاص اللاعبين زي ما كابتن شريف كان بيتكلم دلوقتي ان كله عايز يبقى موجود جوه منتخب مصر عشان يمثل مصر في المونديال. بتشوف الاول يا كابتن وصول منتخبنا لكاس العالم، وايضا بقى الدوري لما يبتدي يشتغل شكل الدوري يبقى عامل ازاي يا كابتن محمد؟ هو طبعا يعني لو انا خدت من كلامك اللي حضرتك تقدمت فيه وقلته، ان طموح اي لاعب طبعا انه يلعب في منتخب مصر، وخصوصا بعد ما يكون في نجاح زي التأهل لكأس العالم، بطولة تعتبر هي الكبرى، واحنا حتى يعني ده ثالث تأهل لينا في تاريخنا، فأكيد طموح أي لاعب، ودي حاجة تشجع المفروض. صحيح. المباريات لما تشتغل يبقى طموح كل لاعب بيأدي في الفرق المختلفة، إن الكوبر يبص عليه ويبدأ يحطه في ترشيحاته ويبدأ يديله فرصة في المنتخب، خصوصا إن هيبقى في مباريات ودية دولية كتير، وهيقدر ان هو تكتب له بعض الوجوه. فاللي انا عايز اقوله ان تاهلنا لكاس العالم دي حاجه ايجابيه بشكل كبير جدا، ولابد انها تستثمر بشكل كبير جدا، خصوصا في الفتره القادمه، سواء من مباراه وديه دوليه على اعلى مستوى ومع فرق كبيره ومع فرق فيها اسماء رنانه يعني. صحيح. وفي نفس الوقت كمان ان اكيد ده لازم ينعكس على اداء الفرق المختلفه في الدوري، لان انت لسه عندك كاس العالم في يونيو 2018، فانت لسه عندك موسم طويل يقدر لعيبه تفرض نفسها وتحط رجليها وتحط اسمها في الليسته بتاعت منتخب مصر في كاس العالم 2018 في روسيا. طب كابتن محمد، انت بتشوف البدايه بقى مره اخرى للدوري الممتاز والاسبوع الخامس، يعني تعادل مع سموحه، كابتن بتشوفه ازاي النهارده، او بتشوف حضرتك مباراه النهارده؟ والله احنا النهارده بالنسبه لنا التعادل يعني انا شايف انه نتيجه ايجابيه، لان احنا اتطرد مننا محمد سالم بعد 5 دقائق في الشوط الثاني، لعبنا بنقص عددي حوالي 45 دقيقه بالوقت الاضافي. فطبعا احنا كنا شغالين بطريقه الشوط الاولاني، يعني الشوط الثاني بدانا ان احنا نغير طريقتنا، ان احنا نبدا نستحوذ ونرجل الرجل على اساس ان احنا نستغل الاندفاع الهجومي بتاع فريق سموحه. سموحه بيلعب على ملعبه ومطالب ان هو يلعب على 3 نقاط، او فكره انه يلعب 3 نقاط دون الايه دون التفكير في الخطوط الخلفيه والمساحات اللي موجوده في الخطوط الخلفيه عنده، سواء في خط الظهر او في وسط الملعب. لكن طبعا الطرد خلانا نغير خالص من الفكر بتاعنا، ونغير من التغييرات، حتى التغييرات اللي انا كنت بفكر فيها بدات ان انا ابدلها خالص، وابدا اشتغل على تضييق المساحات وعدم اعطاء الفرصه للثلاثي الهجومي اللي هو اوميد اوكري وحسام حسن ومحمد حمدي زكي، ان هم يبقى في مساحات يقدروا يستغلوها سواء ورا خط ظهرنا او حتى ما بين خط ظهرنا وخط الوسط. ففي النهايه يعني اللي انا عايز اقوله ان اللعيبه النهارده قدوا بروح عاليه جدا، لعبوا بنقص عددي، يعني بتتكلم مع فريق زي سموحه وفريق كبير ومعاه جهاز فني اشتراكه برضه من المدربين المحترمين، فكل ده بيدينا انطباع، رغم ان انا كنت طمعان ان احنا الشوط الثاني نبدا نستغل المساحات ونبدا ان احنا نلعب على هجمات مرتده تدينا فرصه او فرصتين تسقط في التهديف يعني، لكن في النهايه احنا خرجنا بنقطه كويسه في ظل طبعا السيناريو اللي اتفرض علينا في المباراه يعني. صحيح. كابتن محمد، يعني مباراه الاتحاد والاهلي غدا، يعني برضو بعد النشوه اللي احنا فيها ورجوع الدوليين لفريق النادي الاهلي، بتشوف برضو البدايه للنادي الاهلي بكره في مباراه الاتحاد والدوري الممتاز مره اخرى يا كابتن؟ دائما البدايات بعد التوقفات بتبقى صعبه شويه، ان انت بتبدا تجمع تاني غير لما بيبقى الدوري ماشي وفي استمراريه في المباريات، خلاص بتخش في رتم المباريات وتركيز الماتشات، مهما كان تركيز الماتشات الرسميه مختلف تماما عن المباريات الوديه، مهما عملت ودي ومهما عملت تدريبات قويه لكن المباريات الرسميه هي خير اعداد لفورمه الفريق يعني، فاهم قصدي ازاي؟ فدائما التوقفات بيبقى يجي بعدها البدايات بتبقى صعبه شويه، لكن طبعا الاهلي عنده مباراه مهمه جدا مع النجم، فهيلعب مباراتين سواء مع الاتحاد السكندري او مع الرجاء، المباراتين دول يعتبروا اعداد قوي جدا لمباراه النجم. صحيح. لمباراه النجم هي مباراه العوده،
صحيح. فنتمنى ان شاء الله ان احنا يعني نشوف اداء قوي. طيب كابتن شريف عايز يسالك سؤال. كابتن محمد اتفضل. كابتن محمد ازيك، اخبارك ايه، وحشنا. الله يخليك كابتن شريف، الله يخليك. طبعا دي فرقتك اللي بتلعب دي برضه انت ليك بصمات عليهم يعني، اللعيبه دي كلها. انا انت لو معايا، لو احنا نقدر نريح شريف اكرامي ورامي ربيعه وصالح جمعه واحمد فتحي بكره، ولا او نشرك صالح جمعه بس على الاقل ونريح احمد فتحي شويه في مباراه بكره، ولا انت ايه رايك؟ ولا انت هتحب تبقى مجاهد العده من ماتش الاتحاد للرجاء لنجم الساحلي يبقوا نفس اللعيبه ونفس؟ انا شايف ان احنا نشتغل بالفول تيم بتاعنا عادي خالص. لعيبه رجعت من المنتخب خلاص، احنا عندنا فارق زمني حوالي 5 ايام، ده كفيل جدا ان يبدا اللعيب يعني يغير تفكيره خلاص. النشوه بتاعت كاس العالم دي خلصت خلاص، لازم ان هو يركز لان عنده مهمه لا تقل اهميه عن وصول كاس العالم. صحيح. هي بطوله افريقيا وتكمله للي بيحدث في مصر يا كابتن، من 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 نشوه ومن انتصار دايما لمصر بشكل اشكالي. ان وجهه نظري الشخصيه النادي الاهلي يلعب بالتيم الاساسي بتاعه دون راحه اي لعيبه عادي خالص، وتعمل الريكفري بتاعهم وتعمل الاستشفاء بتاعهم، واكيد طبعا الجهاز الفني عمل معاهم بعض الاجتماعات لاعاده تركيزهم تاني، وان هم يعيشوا تاني في مباراه الاتحاد، لان انت برضو خلي بالك ان الاهلي فريق بطولات، فريق بيلعب على مكسب في كل مباراه. صحيح. النهارده رغم ان انت ممكن عندك اوراق، لكن انت مطالب في مباراه الدول تحط الشكل اللي انت هتشتغل بيه في مباراه النجم الساحلي. صحيح. يعني في ظل الاحتراف حاليا وفي ظل النضوج بتاع الجيل ده، خلاص اللعيب بيقدر يفصل ما بين خلاص كمنتخب وخد بطوله، خصوصا ان مين اللي لعب؟ انت اللعيبه اللي لعبت عندك في النادي الاهلي احمد فتحي، هو خاصه احمد فتحي كان بس مش هيلعب ماتش النجم الساحلي، فعشان كده انا بقول لك يعني لو يقدر يريح ويخلي محمد هاني اكثر اشتراكا عشان يخش في الفورم اكتر يعني. هو في تلميح على احمد فتحي، انا بلمح يعني كنت في احمد فتحي يعني. موجود هو في يعني لحد انه على الاقل يستريح فتره برضه، والراجل عم مجهود جامد جدا كابتن محمد. لكن انا بتكلم على شريف اكرامي. شريف اكرامي انا شايف انه يمشي عادي بمعدلات عاديه خالص ويبقى موجود يعني، لكن احمد فتحي فعلا انا نسيت ان النجم الساحلي هو هيمشي مع الاصدقاء، فاكيد لازم تدور طبعا على البديل وتدي البديل بتاعه وتعمل اتجاه ما بينه وما بين الطرف اللي هيلعب قصاده وما بين الاثنين الارتكاز اللي هيبقوا موجودين في الديفندر في وسط الملعب، الحاجات دي مهمه جدا. صحيح. كابتن محمد بشكرك طبعا، كابتن اسامه بيسلم على حضرتك، وكان يعني لولا لوقتنا طبعا كان هيحصل محادثه بينك وبينه برضه بعض الاسئله، لكن بشكرك كابتن محمد بالتوفيق لحضرتك طبعا مع فريق بتروجيت، اكيد